سؤال، المديح غرض سياسي أم اجتماعي أم ديني؟ ديني ممتاز، سمى نزعة ماذا؟ دينية. نزعة الشاعر دينية أي توجهه ديني، أي أنه يريد أن يصلح المجتمع دينيا. سمى أول نزعة ما هي يا جماعة؟ نزعة دينية. نزعة ماذا؟ دينية. رقم واحد دينية. دائما لما يقول لك اشرح، ركز معنا على الكلمة هذه اشرح، فيه مصطلح منهجي لا يتقنه إلا من يصحح البكالوريا. تقول له دائما من خلال، تقول له ماذا؟ من خلال دينية، من خلال توظيف المعجم الديني. ماذا نقصد بالمعجم الديني؟ هي الكلمات الدينية. أستاذ نسقسيك سؤال، كم لازم لي من كلمة باش نقول نزعة دينية؟ أربع كلمات. أربع كلمات دينية تجعلك تقول أنها نزعة ماذا؟ دينية. النزعة الثانية، أنا أسألك سؤال الآن، ما الهدف من المديح؟ لما الشاعر يمدح النبي يدعونا إلى ماذا؟ إلى الاقتداء به. لما نقتدي بالنبي أهذا إفساد للمجتمع أم إصلاح؟ ممتاز، إصلاح للمجتمع. معناتها نزعة ماذا؟ نزعة إصلاحية. نزعة ماذا؟ إصلاحية. نزعة إصلاحية معناه نزعة المديح، توجه الشاعر. كم من توجه؟ توجهين، إما أن تكون دينية وإما أن تكون إصلاحية. أستاذ نسألك سؤال، نعم هل يمكن أن يكونوا مع بعض؟ نعم يمكن، دينية معجم ديني، إصلاحية الشاعر يدعو الإصلاح. لما تكون فيه دعوة ينبغي أن يوظف الشاعر أفعال الأمر، مثل ما قال ابن الوردي: اعتزل ذكر الأغاني والغزل، اعتزل واطرح الدنيا وجانب من هزل، واتق الله فإن تقوى الإله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل. السؤال اللي بعده قيم. من محاسن الصدف في اللغة العربية في المديح أن النزعات هي نفسها القيم. فأول قيمة نفكر فيها بما أنها نزعة دينية قيمة ماذا؟ قيمة دينية. بما أنها نزعة إصلاحية قيمة ماذا؟ أخلاقية. قيمة ماذا؟ أخلاقية. لاحظنا يا جماعة، نزعة دينية قيمة دينية، نزعة إصلاحية قيمة أخلاقية. أستاذ نسقسيك سؤال، لما كان نفس الجواب، لما كان نفس الجواب، هل ممكن يطرحوا زوج أسئلة في امتحان واحد؟ مستحيل. معناه إما لن يطيح، مثل ما طاح القلم الآن لن يطيح. لما يجيك سؤال نزعات لن تكون هنالك قيم، وإذا كان سؤال قيم لن تكون هنالك نزعات، لأنهما يتشابهان في الجواب. نزعة دينية، يلا قول معايا، نزعة دينية قيمة ماذا؟ دينية. نزعة إصلاحية قيمة ماذا؟ أخلاقية. ممتاز، نزعة دينية قيمة دينية، إصلاحية قيمة أخلاقية، نفس الشرح. فقط في القيمة، القيمة نجدها في النص وتحتاج إلى كلمة واحدة. ما معنى هذا الكلام؟ تقول له قيمة دينية، تكتب أيضا في الشرح من خلال توظيف مفردات دينية. أستاذ كم من كلمة باش نقول قيمة دينية؟ كلمة واحدة. كم من كلمة باش نقول نزعة دينية؟ أربع كلمات. معناها هنا نحتاج أربع كلمات. كم من كلمة نحتاج هنا؟ نحتاج إلى كلمة واحدة. النزعة تحتاج كثير من الكلمات، أما القيمة فتحتاج كلمة واحدة. أستاذ نسألك سؤال، هل نقدر نصيب قيمة دينية وأخلاقية في نص واحد؟ نعم يمكن، نعم يمكن، ولكن كيفاش نعرفها بلي أخلاقية؟ تلقى أفعال الأمر. أفعال ماذا؟ أفعال الأمر. تلقى الشاعر يدعو إلى التحلي بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، تجد أن الشاعر يدعو إلى التحلي بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. معناها جماعة، كم من نزعة؟ اثنين. كم من قيمة؟ اثنين. السؤال اللي بعده، السؤال الخامس الذي ينبغي أن التلميذ يتمكن منه، هي أفكار القصيدة. هي ماذا؟ هي أفكار. ماذا نقصد بالأفكار؟ الأفكار هذه هي إجابات مبدئية لأسئلة البناء الفكري. لما نقول لك الأفكار، أنا من حصلت الأفكار من جميع البكالوريات اللي كانت من قبل. لما قريت كل البكالوريات لقيت أنه بعض الأفكار تكرر كل مرة. أهم الأفكار اللي حتصيبها في المديح هي رقم واحد الاعتراف بالذنوب. اعتراف ماذا؟ بالذنوب. رقم اثنين هو مدح النبي صلى الله عليه وسلم. صلوا على رسول الله، مدح النبي صلى الله عليه وسلم. ورقم ثلاثة هو الاشتياق إلى مكة. الاشتياق إلى مكة. أستاذ معلش تقصيك، نعم هذا وشنو؟ هذو أفكار. ماذا نفعل بهم في البكالوريا؟ هذو الثلاثة هي إجابات، سجل عندك، هي إجابات مبدئية لأسئلة البناء الفكري. نعطيك مثال،
بكالوريا 2010 أدب وفلسفة الموضوع الأول سؤال رقم 1 في البناء الفكري. سألونا سؤال: بما يعترف الشاعر في البيت الأول؟ إذا قال لك بما يعترف، تقول له يعترف الشاعر بماذا؟ بالذنوب. معناها أنت ماك بحاجة أنك تفهم القصيدة، وبالتالي مباشرة بمجرد ما تقرأ النص وتلقى السؤال رقم 1 بما يعترف الشاعر، راح تقول له يعترف بالذنوب. لا توجد أو لا يوجد اعتراف آخر غير الاعتراف بالذنوب. السؤال الثاني: من المخصوص بالمدح في القصيدة؟ يعني الشاعر من يمدح؟ هل أنت بحاجة إلى قراءة النص؟ لا. إذا قال لك من المخصوص بالمدح، قل له هو النبي صلى الله عليه وسلم بذكر صفاته الخلقية والخلقية. سؤال آخر: إلى ما يشتاق الشاعر في قصيدته؟ يشتاق الشاعر إلى زيارة ماذا؟ إلى زيارة مكة. معنى هذه الثلاث أفكار هي عبارة عن إجابات مبدئية لأسئلة البناء الفكري. نصيحة: حذاري أنك تقرأ القصيدة من البداية. إذا قرأت القصيدة، أستاذ لغة عربية لا يمكن أن يشرحها. طبعاً أنا أشرحها، أنا أستاذ عربية ولكن محب العربية. حذاري من قراءة القصيدة. قرأوا الأسئلة بطريقة مميزة. قراءتك الأسئلة بشكل مميز هي إجابات مبدئية لكل الأسئلة دون قراءة حرف واحد من القصيدة. يا تلاميذ 2025، حذاري. الأستاذ سعد يقول لك عن خبرة وعن تجربة: حذاري، تقرأ القصيدة هي الأولى، قراءتك للقصيدة هي فقدان للثقة. قرأوا الأسئلة، احكم لي الأفكار هذوما، تلقى روحك باللي قادر تجاوب الأسئلة دون قراءة حرف واحد من القصيدة. واضح؟ ممتاز. الأفكار مش يعطونا الأفكار هذوما، يعطونا عواطف. يعطونا ماذا؟ عواطف. السؤال السادس يا جماعة، وش هو؟ هو عواطف.